اهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من مجلتكم الثقافيه دوزيام ماغ. ضيوف هذه الحلقه روائيون وشعراء كانوا ضيوف المعرض الدولي لنشر الكتاب اللي احتضنته مؤخرا مدينه الرباط. نتعرفوا عليهم في العناوين. نبدا زيارتنا للمعرض مع عبد اللطيف اللعبي، حيث سنرافقه خلال حفل توقيع احدث اصداراته وهي الترجمه لمجموعه من اعماله الروائيه والشعريه مثل الشعر لا يهزم والهروب الى سمرقند ولا شيء تقريبا، وسنحضر لاحدى ندواته التي جلبت عددا كبيرا من الزوار. نبقى في عالم الشعر مع اسم جديد هذه المرة، هو سفيان البالي الذي ألف ديوانا يحمل عنوان أو كما تكلمت الشمس. جاء سفيان من مدينة وجدة إلى الرباط لتقديم هذا الإصدار الجديد، وكانت فرصة لنلتقي به ولنغوص في عالمه الشاعري. ضيف فقرة صندوق العجب هو المخرج هشام العسري الذي قدم ضمن فعاليات المعرض النسخة العربية لروايته لفيز لوسيفير تحت عنوان مفعول الشيطان. في الفقرة يتقاسم معنا هشام العسري ذكرياته مع الأدب والفن ويحدثنا عن هذه الرواية وعن مشروعه السينمائي الجديد. أستضيف بعد ذلك الروائي خالد اليملاحي. بعد أن رومون إترانجي يوقع الكاتب المقيم خارج المغرب رواية أخرى وهي إيفوكاسيون دان ميموريال أفونيز، استلهم أحداثها من وفاة مهاجر إفريقي بمدينة البندقية الإيطالية في ظروف درامية. كازابلانكا سيركوس هو عنوان الرواية الخامسة لياسمين الشامي والتي ستصدر نهاية شهر غشت المقبل. رواية تقع أحداثها في الدار البيضاء حول حياة زوجين تبدأ علاقتهما في الانكسار لمجموعة من الأسباب من بينها طبيعة عمل الزوج. حضرنا للقاء الذي جمع الرواية بالقراء وخصتنا بحوار نقترح عليكم اليوم. ضمن ضيوف العدد الممثل والكاتب المسرحي أنس العاقل الذي قدم لزوار معرض الرباط روايته الجديدة المطادور. أما الفنان الموسيقي نبيل بن عبد الجليل فسيحدثنا عن روايته عودة ابن يقظان، حيث جلب حفل توقيعها بالمعرض عددا كبيرا من القراء. من أبرز ضيوف هذه الدورة 28 عبد اللطيف اللعبي الكاتب المغربي حضر للرباط لتقديم ترجمات مجموعة من الأعمال الروائية والشعرية ديالو بحال الشعر لا يهزم والهروب إلى سمرقند والأمل عنوة. رافقنا عبد اللطيف اللعبي في أروقة المعرض خلال تقديم وتوقيع هذه الإصدارات. كانت صدفة جميلة اللقاء مع ناشر مشرقي وصاحب دار الرافلين، هو عراقي الأصل ولكن ينشر في بيروت، واتفقنا على نشر أهم أو مجمل أعمالي باللغة العربية، لأنه سابقا هذه 10 سنوات أو أكثر كان عندي اتفاق مع دار سورية دار ورد صاحبها يعني مجد حيدر ابنه لحيدر حيدر الكاتب المعروف، اسمها دار ورد، وكانت بدأت انطلقت في نشر أعمالي الكاملة باللغة العربية. لكن ما حدث في سوريا جاء ووقف هذه العملية والناشر توقف عن العمل، ومنذ تلك الفترة لم أجد ناشر حتى تعرفت على هذا الناشر صاحب دار الرافدين. إذن أنا سعيد جدا كون يعني هذا العملية اللي أنا شخصيا منذ البداية كان دائما عندي هذا الهاجس هذا الهم أن كتاباتي باللغة الفرنسية تنشر يعني باللغة العربية أيضا، وإذن هذا حلم يتحقق تدريجيا. اللغة لغة الكتابة مش اللغة المكتوبة، لغة الكتابة بالنسبة لي هي اللغة الفرنسية، هي اللغة التي تعلمتها باكرا رغم أنفي وأصبحت لغة في الكتابة وفي محاولة بناء لغتي الخاصة صوتي الخاص في الأدب، يعني في ضمن هذه اللغة لغتي الفرنسية تختلف عن لغة العديد من الكتاب الذين يكتبون باللغة الفرنسية. إذن هذه لغتي في الكتابة. هنالك لغة داخلية يعني حميمية، عندما أكتب باللغة الفرنسية أكيد أن لغتي العربية لا تختفي
تبقى موجودة. ودائما عندما أكتب يعني أحاول أن أجد أن أترجم هكذا مباشرة، أن أنظر هل فعلا هناك إمكانية إيجاد مرادف معقول يعني باللغة الفرنسية أو العربية. إذن هناك هذا التداخل. أنا قلت أنا كاتب يعني مخضرم مزدوج اللغة، وهذا الازدواج أحاول أن يكون عامل إثراء اللغة العربية بمصطلحات بتعابير كذا اللي هي رائجة في اللغة العربية، لأن هنالك حوار ما بين اللغات، يجب أن يكون هنالك حوار إغناء متبادل. مهددة بالزوال، لكن صاحب مجنون الأمل يستمر في انحيازه إلى الأمل. مش ضروري أنه تكتب بلغة الأم أنك تستطيع فعلا أن تعبر عن كل ما هو داخلك، يمكن أن تعبر بلغة أخرى. شعرت فعلا بارتياح كبير، لكن الوقت كان فات عمليا باش نرجع نكتب باللغة العربية، بينما يعني كتبت باللغة الفرنسية 10 أو 15 المؤلف كان صعب علي جدا. لا أظن أن الكتاب سيختفي مع هذا الشيء ديال ما يتم يعني في الشبكة الإنترنت وكذا، لأن الكتاب قراءة الكتاب تختلف عن قراءة في الشاشة. هذه مثلا تجربة، كم صديق أو شخص يبعث لي مثلا بمشروع كتاب لأعطي وجهة نظري فيه إلى آخره، فأقرأه في الشاشة مثلا لا أطيق يعني هذه القراءة، بينما الكتاب شيء آخر. الكتاب يمكن أن تعود إلى صفحة معينة إلى كذا إلى هو ثم هو طريقة. الكتاب في تاريخ الإنسانية عنده قيمة، وعنده هو رمز أيضا للحضارة، هذا جزء من الحضارة الإنسانية. شخصيا سأدافع إلى النهاية على يعني استمرار الكتاب. وانت كتشوف مثلا المعارض في الدنيا كاملة، معرض الكتاب هذه تظاهرة أساسية يعني في البلدان المتقدمة وفي بلدان العالم الثالث أيضا. هذا لا يمنع طبعا باستعمال هذه الوسائل الأخرى، خصوصا كما قلت يعني في اللقاء الذي تم منذ لحظة، أن هنالك في مناطق معينة هنالك شباب ما عندهم الإمكانيات مثلا باش ينشروا كتب يعني مطبوعة. أنجزت مع الصديق ياسين عدنان أنطولوجية الشعر الفلسطيني الراهن، بحثنا في الإنترنت على خصوصا بالنسبة لشعراء وشاعرات غزة. في غزة ليس هنالك الناشرين، فاكتشفنا نصوص ثمينة جدا في الانترنت، وما كان عندنا اي مشكل. ثم هنالك حتى الناشرين الان عندهم عندما مثلا وقع عقد مع ناشر، هنالك عقدين، واحد على الكتاب الورقي والاخر الكتاب الالكتروني مثلا. هذه المسألة أصبحت عامة. إذن ما في، ليس هنالك أظن منافسة ما بين الوسيلتين، ممكن التوافق ما بين هذه الوسيلتين، تكامل. سؤال
سفيان البالي اسم جديد دخل العالم الإبداع الشعري. هو ابن مدينة وجدة، اعتمد على تجاربه في الحياة بحلوها ومرها، ونسج نصوص مليئة بالشجن والنوستالجيا وكذلك الأمل. كل هذا في ديوان شعري جديد عنوانه أو كما تكلمت الشمس. سفيان البالي حضر للرباط لتقديم هذا المؤلف وتلاقينا به. القصه ديالي مع الكتابه بدات من مدينه وجده. اول موعد نفسي فيها، اول موعد نفسي في وسط الشوارع ديالها بالحميميه اللي كتمنح، دفعتني مجبر ومستلذ في نفس الوقت انني نعبر على هذيك الحميميه وذلك الجمال بالقلم اللي هو موهبه نقدر نقول موروثه، لانه والده ديالي الله يرحمها كانت عندها محاولات يعني ادبيه. ففي ظل هذ الاثنتين، اولا جمال وحميميه المدينه، وثانيا وراثه التعبير بالقلم، دخلت للكتابه، او الكتابه هي اللي دخلتني. ولقيت راسي في نفس الوقت، ولقيت راسي في وسطها، كاتب وشاعر ومترجم. هي امرأتي الجميله تزداد الجدران حمرة والنمل يطير كالملاك. شاهدت عشاش حمام كثيره وبشكل معاكس غربانا أكثر تملأ الأفق. هذا المحتجز بين اثنتين غرائبي كما هو، لا شاعر يؤنس وحدته وحدة الليل الأخرس. أجلس حيث ينتهي الموكب الديونيزي، حيث الماء يحتفي بذكرى ميلادي هامسا عبر السواق المتشابهة. يدي ترتعش تصارع القصيدة، أنظر إلى صديقي العارش واليوم يصارع النوم في غرفة لفندق بيتس، واليوم يصارع النوم في غرفة لفندق بيتس. القصة وراء هذا العنوان ترجع الأول. أول مرة فكرت أني أكتب ديوان وعملت تجميع، كانت عندي صديقة اسمها لينا، هي كاتبة وشاعرة فلسطينية. هذه الصديقة عندها ابنها شمس، وفي لحظة معينة كنا بعبثية الموقف كنا نديروا تنقيح لغوي لنصوص الديوان مع بعضياتنا في ينابل الفيديو. فدخل ولدها سميتو شمس ودخل زعفان وكذا، فكان هناك نوع من الغضب. وفي لحظة معينة جتني الفكرة أنه هذاك أنه لقيت راسي لقيت نفسي هذاك الطفل اللي يعبر على الغضب دياله بكل تلك العفوية، في نفس الوقت يعبر على 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 مشاعره الأخرى كالحب والخوف بكل تلك العفوية. فكانت هذه السمة الأساسية والرئيسية للديوان، هي ذلك تلك العفوية الطفولية اللي عبرت عليها في النصوص، وفي نفس الوقت جات بكل عفويتها في العنوان بهذه الصيغة. بالنسبة لوحة الغلاف، هي من تصميم ورسم الفنانة المغربية نهيلة إصلاح، وحتى هي عندها قصة تقف وراءها، اللي هي أنه دار النشر اللي نشرت معها الكتاب، اللي هي دار النهضة العربية ببيروت، اقترحت عليها مجموعة من الأغلفة. كنت هذوك أغلفة يعني ما نالوش الإعجاب ديالي، فخيرت دار النشر ما بين اثنين، يا إما يكون الغلاف يعني بسيط جدا فارغ، أو يكون فيه لوحة يعني مصنوعة لأجل تلك النصوص. في تلك الفترة تزامنت مع لقائي مع وتواصلي مع صديقة الفنانة نهيلة إصلاح، وعرضت عليها الفكرة، طلبت مني الديوان، قرأت الديوان واستلهمت من النصوص دياله، وكان هناك يعني نوع من التعاون الفني المحض
لا تشوبه اي شائبه يعني ماديه او شائبه من اي نوع اخر. هناك اشياء تقع، اشياء تحدث الفرق. كان نرى طائرا يهوي على ارضه فنقول هذا عالم ناقص طائر، كسيجارة تنتهي من بين أصابعنا، لن يعود العالم بعد هذه السيجارة نفسها. هناك أشياء تقع، أشياء تتفق. كان ينتهي المسير بنا عند ناصية الطريق، أو كأن لا نسير، فمسيرنا إذ يقع يحدث الفرق، وسكوننا إذ يقع يحدث الفرق. هناك أشياء. كان يختش ظل نوره ونحن ذاهبان معا، توامين لا نفترق، أنت هنا وأنا هناك، أنا هنا وأنت هناك، تجوبين عالم الذكرى والصور في قطار يسابق شمسه، والشمس فوقه والشمس تحته وداخله الشمس. هذه أشياء تقع. كأني نسيتك أو لم تكوني من قبل، وكأن هذا الوشاح الأحمر على عنقي نسي عطرك وتذكر، ونسينا الوقت فأكمل إخفاءه هانئا، حتى الوقت في إخفائه، والكلمات من بين شفاهنا تقاطع صوتية وحدها، هذه الكلمات تقع وحدها، هذه الكلمات تحدث الفرق. هذا الديوان هو نتاج لحوالي يعني 7-8 سنوات من الكتابة، هو تجربتي الأولى في النشر، هو تجميع يعني من قصائد كتبتها وأعدت كتابتها وفيها ما أعدت تحريره وما أعدت كتابته، يعني من 2013-2014 حتى الآن. فبالتالي فهو يحمل يعني كل تحولاتي، يحمل كل تحولاتي الفكرية العاطفية، يحمل عبارة عن سيرة ذاتية شعرية إذا صح القول أو إذا صح التشبيه، تحمل كل مكنوناتي يعني في تطورها وعبر في تطورها عبر هذه المرحلة من الحياة. وبالتالي فهو يتطرق يعني في بعض مقاطعه يتطرق للعزاء، يتطرق للجسد، يتطرق للفكر، يتطرق للحرية، يتطرق للحب، يتطرق لكل ما هو قيم إنسانية كما وعيت بها وكما تطور وعي بها في عبر هذه الفترة من الحياة. النهاية ضربة في الرأس، هم الكلاب، البحر من ورائكم، هذه أفلام من توقيع هشام العسري. المخرج المغربي كان ضمن ضيوف المعرض الدولي للنشر الكتاب، لكن هذه المرة كروائي، بحيث قدم النسخة العربية لروايته لفي لوسيفير تحت عنوان مفعول الشيطان. هشام العسري هو ضيف فقرتنا صندوق العجب، واللي غادي يتقاسم معنا فيها ذكريات شبابه مع الأدب والفن، ويكلمنا على هذه الرواية وكذلك على مشروع السينما الجديد. السلام عليكم، معكم هشام العسري، كاتب ومخرج مغربي. يلا سير على الله. اوكي دونك غنهضروا على الكتاب هذا سيغي دو مو باسون. انا عندي واحد القصه اللي شويه غريبه مع الكتاب، لانني انا تعلمت كنقرا وكنرسم تقريبا او ميم طون كنت تعلمت نهضر، دونك باسكو الوالدين عندي كان عندي الحظ بانهم
كبرت في دار فيها لي بون ديسيني، فيها الوالد كان كيموت على الكلمات المتقاطعه بالفرنساويه. وكبرت تعلمت الرسم باش وتعلمت نكتب باسكو جو ليزي سبيدرمان سترونج، كنا كنقول لهم سترونج سيتي واحد الترجمه بالفرنسيه للكوميكس، دابا ولاو معروفين بزاف مي كنهضر على اوائل الثمانينات، كانت واحد الناس قلال اللي كيتفرجوا فيهم. والكتاب انا بالنسبه ليا هو ماشي غير صديق، هو درع، يعني كيحميك من الحياه، من الواقع، يحميك من داك المومون تاع الضعف اللي كتقدر تحصل فيه. ملي كتعلم من الصغر بان الكتاب حتى هو صديق، ما كتبقاش تخاف بانك تكون بوحدك، يعني تمشي في التران اكسيتيرا. دونك فوالا، انا كنظن بان الكتاب عندي اهم من الفيلم، يعني في المكتبه تاعي عندي اكثر مكتوبه اكثر من افلام. علاش؟ لان كل عام تنقرا 40 50 كتاب للبحث، لانني ككاتب ومخرج خصني ندير بحوث بزاف على لي تيماتيك، على المواضيع، واسيل لو بليزير تاع لا ليكتور. قليل فين تنقرا، ما بقيتش كنقرا بزاف الروايات، وليت كنقرا اكثر لي زيسي، الكتب ان بو علميه ولا فلسفيه، لان ما بقاش عندي ديك الخاطر تاع نتبع قصه في الروايه. دونك فوالا كتاب. دونك تنظن بان كاين واحد حلقة تواصل زوينة بين الكتاب وبين الفينيل ولا الموسيقى. تنظن بان يعني احنا في 2023 ومازال انا كنقدر نشري فينيل تاع شي جروب عزيز عليا. علاش؟ لان كاين واحد لو بليزير استيتيك، كاين واحد الشغف استيتيكي، يعني كيفاش كتصنت، يعني كتشد هذا كتحطو في غير ثلاثة ولا أربعة لي مورسو. اخر واحد شريته هو دافت بانك، يعني ماشي غير الموسيقى القديمة، كاين ديك لو جيست كتقيس الموسيقى كتحطها وتتشوف فيها كدور، وكاين داك التخرشيش كيجي معاها، حتى هو نوع من الحياة كتدخل بينك وبين الموسيقى، وكيولي عندها معنى لأنها كتولي مختصة بك غير نتايا. هذا الشيء اللي كنحاول نديرو ملي كنكون أنا في الكتابة التوعي. السينما سهلة، السينما الناس كيجيو بعينيهم وتتفرجوا، أما الكتاب خصك تجيب عينيك وتجيب قلبك وتجيب الدماغ شي شوية، وخص يكون عندك بعض المرجعيات. الفينيل هاد الموسيقى بحال هكا ولات غلامور، يعني ولا واحد النوع من الناس، واحد الطبقه تاع الناس، شباب عموما ولا كبر منهم، تيشري هذا لان عنده ان بليزير بيرسونيل، عنده واحد الشغف شخصي تاعو بانه يتصنت الموسيقى في هذا. هذا فكرتني ملي درت اول الافلام تاعي، صورتها ب 35 ملم، وفي 35 ملم كنا كنمونطيو الفيلم، كنت كنمونطي الفيلم بالسينتا، كنقطع، وسميتو كتحس بانك الفيلم تاعك كتقيسو بحال كتقيس ولدك ولا كتقيس شي حاجه، ما بقاش غير داك الشيء دي ماتيرياليزي في ديسك دور. فوالا فينيل. اش كاين عاوتاني؟ الماسك. تنظن بان الماسك عنده بزاف تاع الفهم، يعني كاين الماسك سوسيال، يعني القناع تاع المجتمع، بنادم تيبين حاجه وتخبي حاجه، كاين القناع تاع البطل، يعني لو سوبر ايرو، يعني كيخبي الشخصيه تاعو تاع بصح باش يعطي حاجه اخرى. تنظن باننا ما عمرنا ما غادي نفوتوا الاحتياج الى القناع، لاننا في مجتمعات اللي شويه صعبه، ماشي كنهضرش على المغرب ولا كنهضر عموما، الواحد خصو ديما يخاف من المجتمع، ديما كنحسوا بان كاين واحد الهاجس ضد المجتمع، ديما خصنا نكون واحد لو ماسك سوسيال، كنسميوه لو ماسك سوسيال. تنحسوا بان بزاف تاع الناس قبلوا على لا كلونديستينيتي، يعني في المجتمع دير داك الشيء اللي غيعجب الناس، ولكن انت تخبى ودير داك الشيء اللي بغيتي نتايا. وحنا مازال كنظن بان من بين لي ميساج المهمين اللي نقدروا نخرجوا من الفن، هو اننا نحاولوا نختازوا المسافه اللي كتفرق بين اش بغاو الناس واش بغينا حنا، ونخلقوها ونقدروا ندمجوها بعض المرات. ولكن تنظن بان مازال عندنا بزاف تاع خصنا نحاربوا بزاف تاع لي ديمون تاع الهواجس تاعنا باش نوصل لهذه المرحله هذه. القناع يعني كتمثيل للمسرح، وي كنظن بان هذا اول فهم ولا الفهم الابسط، يعني نهضروا على سيغانو دو بيرجوراك ولا لومو ماسك دو فير ولا بزاف تاع الاقنعه كاين، ولكن بالنسبه لي كنا غنكونوا في لا ديكونستركسيون ولا في الميتا، يعني كنهضروا على القناع كيفاش المجتمع فرض علينا، خصوصا مثلا باننا في واحد العهد ولينا ما كنعيشوش حياه وحده، ولينا كنعيشو جوج تاع الحيوات، وحده في الواقع وحده في انترنيت، وكتلقى واحد كتلاقى معاه في الزنقه كيشبه الحاجه، وملي كتشوفو في انستغرام ولا في اي موقع تواصل كتلقى عنده شكل اخر، وبعض المرات كيكون بالنسبه لي انا كميدان للبحث اللي باسيونو، يعني زوين بزاف كتفهم بزاف د الحوايج، الناس فين واصلين، الضعف تاعهم، العقد اللي باقي في المجتمع تاعنا كيفاش كتزاد، لان هذا الانفصام اللي ولا
سخري، ولا بالنسبه لي انا زعما تيضحك بعض المرات كتشوف شي حوايج كيضحكوا واخا هما بدينا تنقربوا شويه من المرض النفسي. دونك فوالا. الوغ بزاف الناس جوبونس بزاف تاع الشباب ما غيعرفوش شنو هو هاد الحاجه الغريبه اللي شاد في يديه، هو سيتي سكون ابلين كاسيت في اش اس. قبل كنقولها كاسيتا اون فيت. انا كان يعني سيتي كانت عندها اهميه كبيره بالنسبه لي انا في الطفوله تاعي، لاننا ما كناش كنشوفوا الافلام بزاف، كانت غير اذاعه وحده، وعموما كتلقى كل دار عنده ماج افلام كيتفرجوا فيهم العام كامل كيطيبوهم. تفرج تلقى دري صغير تفرج 26 مره في فيلم في نفس الفيلم. ظاهره اخرى اللي كانت زوينه ليا بزاف انا زعما من 15 عام وانا تنكتب، بالنسبه لي الكتابه كانت غير حلقه وصل باش ندير السينما. وخصنا نعرفوا بان باش دير فيلم خصك تكون تفرج بزاف تاع الافلام، يعني كاع الافلام اللي تقدر تفرج فيها. دونك كانت عاتقنا بزاف هذا الفي اش اس، باسكو كنتي كتسلفها، كنتي كتكريها، كنتي كيجيبوها لك من برا، كتقدر توصي سميتو، هو اوبجي ثقيل سي، سي با كاسيتا صغيره ولا ليان ولا نتفليكس ولا شي حاجه، كان كيتقل عليك هذا كتجيبو معاك من برا. والحاجه اللي كانت واحد الظاهره زوينه في كازا، ما عرفتش واش كانوا في المدن الاخرى، كنت كنتفكر بان كنت كنخرج من المدرسه ونهار الاربعاء بالعشيه ديما كنمشي كنجلس في القهوه كتشرب نص كل مره، واش كيديروا؟ مره كيديروا الافلام تاع كاراتيه، مره كيديروا هندي، مره كيديروا سميتو. وكانت تخيز بالنسبه لي كانت واحد الفتره زوينه في الطفوله تاعي تقريبا، بحال هكا كنمشي كنجلس 5 السوايع 6 السوايع 8 السوايع كنتفرج في الافلام. وعموما كانوا الكليان هو اللي تيجيب الفيلم، كيجيبو تيعطيه وتيدوزو، بعض المرات كيدوزو جوج مرات، بعض المرات كيدوزو واحد الصباح واحد العشيه. دونك هذا الشيء هذا ما بقاش بيان سيغ، ما بقاش، مي خلى واحد لي سوفنير زوينين. شنو خصنا نديرو عليه شي فيلم؟ هاد القهوه كيدوزو في اش اس، باسكو كان عالم غرائبي. كتلقى واحد الفلاغو تخيت، وكتلقى واحد خارج من المدرسه جايب الساك، كنت كنجيب الساك تاعي وتبقى جالس، حتى كتجي يقلبوا عليا باش يدخلوني للدار. دونك فوالا في اش اس. وتنظن حنا تيسمونا جينيراسيون في اش اس، جينيراسيون تاع الثمانينات هي لا جينيراسيون في اش اس. دونك ابخي تقدر تضرب بها شي واحد تصمكو، مي اش بقى تيليكوموند. تنظن بان كاين واحد الفيلم زوين سميتو كليك، في ادم ساندلر مسكين غلبوا الوقت وجاب لي واحد تيليكوموند ولا كيكسيري داك الحاجه اللي ما كتعجبوش في حياته، كيكسيريها تلقى راسو شرف، بقى كيكسيري تقادت لي حياته وتوسا. تنظن انا وفيت عموما ما كنتفرجش، انا ما كان ماشي من الناس اللي كيديروا الزابينغ، حيت الزابينغ هو لا فيرسيون القديمه تاع لو سكرولينغ، كدوز ما كتشوف والو، كدوز كتحرد في عينيك. دونك انا بالنسبه ليا بالعكس كنحاول ديما نحمي العقل تاعي ونحمي العيون تاعي، الا بغيت نتفرج شي حاجه خصني نعرف بان غندوز في هذا الوقت، ولا عندي دي في دي ولا عندي ان بروغرام، ماشي كنقلب على الخوا. قليل فين كنخدم لا تيليكوموند، انا بالنسبه للتيليكوموند كتوقف وكديماري وكتزيد الصوت وكتنقص الصوت سيتو، ما كنخيطش انا الاذاعات ولا كنقلب على ما عرفتش راسي فاش باغي نتفرج، حتى كنطيح في شي حاجه. انا بالنسبه لي الفيلم اللي ما بديتوش من الاول ما نقدرش نتفرج فيه اولا، ولا بروغرام الا بديتوش من الاول ما نقدرش نتفرج فيه. دونك سكيفي بكل عفويه اون فيت ما كنزابيش كاع، قليل فين كنستعمل لا تيليكوموند. شكرا هشام، تقاسمتي معنا هذه الذكريات الزوينه. حنا في المعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط، وكتقدم فيه مفعول الشيطان، كلمنا عليها. مفعول الشيطان هو الترجمه تاع الروايه الرابعه تاعي اللي سميتها لي فيليسيفير. كان مهم بزاف ليا هذه الروايه تترجم للعربيه باش نوسعوا الجمهور، باسكو ملي تنكتبوا بالفرنساويه كنهضروا مع واحد الطبقه تاع الناس، وكنحس باننا كتهضر مع ناس مفاهمين معاك، يعني غيفهموا الفكر تاعك، واخا هو سورتو الفكره تاع الكتاب هي كيفاش واحد الملائكه تاع اليمين واليسار عندهم حوار جدلي وبيناتهم كاين بنادم، دونك وكنعيشوا معاهم 24 ساعه، كنحاولوا نوصلوا بعض الافكار للناس، الجمهور، القراء، اكسيتيرا. نهضروا على ما هو ديني، نهضروا مع المجتمع تاعنا كيفاش داير، نهضروا على كيفاش الحداثه بدلت فينا بزاف الحوايج، ولكن بينات فينا شي ترسبات لقدام اكسيتيرا. دونك هو تكست جدلي، يعني كان حوار بيناتهم جدلي. دونك تنظن بان هو فرصه زوينه نجيو نقدموا في معرض الكتاب،
اللي كانت اللي زعما كنتلاقاو مع القراء، تنتلاقاو مع الناشرين، تنتلاقاو مع هذا، وحنا تنحاولوا نديروا يكون عندنا اضافه زعما بوزيتيف في الكتاب. كنعرف انك تصور فيلمك جديد، كلمنا على هذا المشروع السينمائي. انا في اطار تصوير الفيلم المطول الجديد تاعي اللي سميتو ان كوبل اورو، هي قصه تاع كاتب كيلقى راسو بانه الكتابه ما عطاتوش حقه، دونك غادي يخرج باش يخدم. دونك حنا في صدد التصوير، حنا في منتصف التصوير، هو اول فيلم بالفرنسيه ليا انايا، يعني داير في واحد البي ايماجينير، سين ديستوبي، دايس واحد البي ايماجينير فين كنهضروا فرنسوي، لان الموضوع اللي سنهضروا عليه ما غاديش نقول شنو هو علاش، ولكن الموضوع اللي كنهضروا عليه كان عنده اهميه بزاف، نديروا نعطيو نهضروا على راسنا من واحد الاطار اخر، ما نهضرش على راسنا بالعربيه بالدارجه بالمغربيه. شكرا هشام، تبارك الله عليك. شكرا. كنستضيف دابا اديب مغربي مقيم في الخارج، هو خالد اليملحي اللي جا للرباط، المدينه اللي تزاد وكبر فيها، باش يقدم روايته جديده ايفوكاسيون دا ميموريال ا فينيز. خالد اليملحي اعتمد على حدث ماساوي عرفته مدينه البندقيه في ايطاليا، وهو الموت في ظروف دراميه ديال المهاجر غامبي، ونسج من خلاله احداث كتزاوج بين الحقيقه والخيال وكثير مواضيع الساعه بحال العنف. خالد بونجور. بونجور. مرحبا بك في برنامجنا. شكرا. Pour la deuxième fois, on s'était rencontré en 2017 au salon du livre de Paris pour parler de votre premier roman, un roman étranger. هاد المرة c'est pour parler de votre deuxième roman, Évocation d'un mémorial à Venise, un dar nashr présence africaine. Avant d'en parler, vous êtes à Rabat pour participer au salon du livre. Comment s'est déroulé ce moment d'échange avec les lecteurs marocains ? Alors, c'est ma deuxième participation, effectivement, au salon du livre de Rabat. Donc, l'année dernière, j'étais ici notamment pour présenter une traduction arabe que j'ai réalisée d'un petit livre de l'écrivain et penseur sénégalais Felouine Sarr, qui s'appelle « Habiter le monde ». Et dont la traduction arabe est désormais disponible aux éditions Culte. Donc c'est ma deuxième expérience, ça s'est très bien passé. J'ai eu une première rencontre, notamment pour présenter donc ce nouveau roman « Évocation d'un mémorial à Venise ». J'ai également présenté, ou plutôt contribué à une table ronde consacrée aux dynamiques culturelles africaines. Et je pense que ce qui est intéressant dans ce genre d'événement, comme le Salon du Livre de Rabat, c'est que ça nous donne l'opportunité d'échanger avec l'audience, c'est-à-dire c'est un événement qui est ouvert au public, et je pense que c'est très important, surtout pour des universitaires, pour des intellectuels, pour des artistes aussi, des écrivains, d'aller à la rencontre du public. Et ça, c'est un élément très important, je trouve, de notre travail, et je tiens à saluer d'ailleurs la qualité de l'organisation de ce salon, qui, je pense, a de beaux jours devant lui. Revenons donc à votre roman, Évocation d'un mémorial à Venise. Vous êtes basé sur des... à proximité d'un pont, et il va se jeter dans le grand canal de Venise, dans une eau glaciale, et il va se noyer, en fait, tout simplement. Sous les regards des passants, des touristes, certains vont l'insulter, certains vont commencer à crier. Et je pense que ce livre, il est parti, en fait, d'une indignation personnelle. Une indignation personnelle qui se veut aussi collective, dans le sens où je trouvais cet événement extrêmement révoltant. Il y avait quelque chose de honteux, quelque chose d'indécent dans cette mort. Et ce que j'ai voulu faire, c'est faire une œuvre à partir de ce drame. Et donc le livre, qui est écrit en fait en fragments, est une sorte à la fois d'enquête, de reconstruction de ce qui s'est passé. C'est un livre qui s'écrit entre la Gambie, le pays d'origine de Pathé Sabali, et la ville de Venise. On sait ce que cette ville représente pour beaucoup de gens, tous les symboles, tous les clichés qui sont associés à cette ville, on pourra peut-être en reparler. Mais c'était très important pour moi d'essayer d'interroger en fait l'écriture à partir de ce drame. Et donc c'est un livre qui construit cette sorte de mémorial, d'hommage, de sépulture aussi à ce réfugié gambien, et à travers lui, à tous les réfugiés, surtout les Africains
qui viennent mourir loin de leur terre, souvent en Europe, mais aussi ailleurs. C'est une histoire ou c'est un roman à contre-courant, puisque, comme vous le dites, la ville de Venise est liée à l'amour, au romantisme, mais là, on voit un petit peu l'autre face, n'est-ce pas ? Tout à fait, tout à fait. Bah, en fait, je me suis très vite rendu compte, en écrivant ce livre, que quand on parle de Venise, on parle d'un décor de carte postale. On parle de voyages touristiques, on parle d'amour, on parle de carnaval, de masques, de cinéma. Donc il y a tout un imaginaire qui est associé à cette ville de Venise. Et ce qui était important pour moi, c'était un peu de déconstruire cet imaginaire, c'est-à-dire de détricoter quelque part cette ville pour en sortir une image qu'on ne soupçonne peut-être pas, qu'on ne voit pas, celle de la mort, celle aussi de ce genre de drames qui peuvent arriver, aussi bien en Italie qu'ailleurs. Et je me suis très vite rendu compte qu'en fait, cette ville, derrière ces apparences de ville touristique et esthétique, il y avait comme ça une sorte de musique funèbre, quelque chose de dramatique qui se jouait dans cette ville avec des ombres, avec des fantômes, avec des images un peu troublantes. Et donc j'ai essayé un peu de convoquer tout ça pour offrir cette sorte d'hommage à Pathé Sabali et à travers lui à l'ensemble des réfugiés et des étrangers, notamment en Europe. Oui. Avant de poursuivre notre entretien, je vous demanderai de nous lire un petit passage du roman, d'accord ? Merci. Alors, le passage que je vais lire correspond aux premières lignes de ce livre. Ça permet de donner un aperçu un peu de ce que je veux faire dans ce livre. Alors, je tiens tout d'abord, peut-être juste rapidement avant de lire l'extrait, à dire que le roman s'ouvre sur deux citations de deux grands poètes qui me tiennent à cœur particulièrement. Le premier est Aimé Césaire. Et le deuxième poète est un poète marocain, Amazir, Mohamed Khayreddin. Qui est pour moi l'une des figures majeures de la poésie d'expression française et de la poésie maghrébine en général. Je n'ai jamais vu un homme se noyer. Écrire cette phrase m'est déjà insoutenable. Je n'ose pas imaginer la suite. Il m'est arrivé pourtant de me poser la question. Que ferais-je si je me retrouvais un jour face à un homme qui se noie ? Aurais-je le courage de me jeter à l'eau pour tenter de le sauver ? Le mot courage n'aurait probablement pas le même sens. Je me rassure en me disant que je pourrais au moins crier au secours, ameuter les passants, appeler un numéro d'urgence, bref, reporter tout début de responsabilité sur les autres. Une manière d'avouer mon impuissance devant l'innommable. Regarder le spectre de la mort et m'empresser de reconnaître ma défaite. Très touchant. Merci. En toile de fond, donc, on retrouve des thématiques comme la xénophobie, le racisme, des thèmes d'une brûlante actualité, surtout avec la montée de l'extrême droite dans certains pays européens. Comment expliquez-vous ce rejet de l'autre ? Oui, tout à fait. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et effectivement, la manière dont ce réfugié gambien a été traité dans le Grand Canal de Venise, ça reflète bien évidemment une forme de racisme, une forme aussi d'indifférence vis-à-vis du sort des étrangers. Je trouve que la question des étrangers et du racisme en général a beaucoup de causes. On peut en citer bien évidemment ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire la montée de l'extrême droite dans plusieurs pays européens. Je trouve que la question de l'immigration, elle est souvent instrumentalisée, elle est souvent utilisée à des fins politiques. Et c'est très intéressant de voir comment une série de clichés, de stéréotypes associés aux étrangers, notamment aux Africains, notamment à l'homme noir, parce qu'il faut aussi en parler, c'est aussi un racisme anti-noir, est très important dans le sens où ça nous invite à réfléchir et à penser ces éléments-là. Mais je trouve que tout part souvent d'une forme de méconnaissance, d'un manque d'écoute, d'un manque d'hospitalité.
Et je tiens à préciser que pour moi, en l'occurrence, pour un universitaire, auteur, écrivain marocain comme moi, il était très important de faire ce livre comme une main tendue, finalement, à la fois entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, mais aussi comme une sorte de main tendue à cette Europe que j'interroge, que je mets face à ces contradictions et à ces paradoxes. Donc c'est un exercice vraiment de relecture critique du regard qu'on porte sur l'autre et sur l'Afrique en général. Mmh. On retrouve vos thèmes de prédilection dans votre premier roman, un roman étranger, l'immigration, la quête d'identité. Est-ce qu'il y a une part d'autobiographie ou de vécu dans vos écrits ? Alors, dans le premier roman, oui, parce que j'avais parlé d'un étudiant étranger qui s'apprêtait à renouveler sa carte de séjour. Et donc, ce qui était important dans le premier roman, c'était un peu de témoigner de toute cette angoisse, de toute cette peur qui accompagne les étrangers dans leur démarche administrative. Et j'ai essayé de faire cela en associant la carte de séjour ou la pièce d'identité avec le roman. Il y a l'angoisse de renouveler sa carte de séjour et il y a l'angoisse d'écrire une œuvre littéraire. Et je trouvais que c'était très intéressant de les mettre en perspective. Et il y avait effectivement, comme vous le mentionnez, une grande part autobiographique. Il n'y a pas beaucoup, je dirais, il n'y a pas beaucoup d'autobiographie dans ce livre, même si le narrateur, qui est un jeune écrivain, me ressemble à bien des égards. Et donc c'était très important pour moi de me mettre un petit peu aussi dans la peau de ce narrateur qui mène l'enquête et qui raconte le livre en train de se faire. Ça, c'est un élément très important pour moi aussi dans mon écriture, c'est-à-dire j'essaie à chaque fois d'investir l'écriture comme sujet dans mes romans. Pour finir, vous travaillez déjà sur votre prochain roman et quel en sera le thème ? Est-ce que vous allez rester dans vos thèmes de prédilection, à savoir l'émigration, la quête d'identité ? Alors, pas encore. Je n'ai pas encore de sujet pour le prochain roman. Aujourd'hui, c'est vrai que je passe beaucoup de temps, justement, je suis encore, on va dire, dans ce livre-là, dans ce deuxième roman que je présente, que je commente. Disons que, comme avec ce deuxième roman, ce qui s'est passé, c'est que le sujet s'est imposé à moi. En fait, je n'avais aucune idée de ce sujet, et c'est vraiment cette indignation initiale vis-à-vis de ce qui s'était passé à Venise qui a déclenché ce roman. C'est toujours fascinant de voir comment certains livres s'imposent à nous. Au lieu de choisir le sujet, au lieu de se dire « je vais m'asseoir et commencer à écrire sur tel ou tel sujet », il y a des sujets qui nous éclatent, qui nous explosent à la figure et qui donnent en fait des textes qui reflètent quelque part notre expérience et notre vécu. Donc je pense que je reste ouvert, je reste très curieux. Et peut-être qu'un sujet va s'imposer à moi dans les mois ou peut-être les années à venir. Khalid, إذن كنذكر مشاهدينا بروايتك الثانية évocation d'un mémorial à Venise عند دار النشر présence africaine. Merci Khalid, merci d'avoir accepté notre invitation. Shukran, merci beaucoup pour l'invitation. Tbarak Allah alik. Merci. المعرض هو فرصة لتقديم مؤلفات مازال ما تطرحتش في المكتبات بحال كازابلانكا سيركوس واللي غادي تطرح في الدخول الأدبي المقبل نهاية شهر غشت. هي رواية من توقيع ياسمين الشامي اللي في رصيدها مجموعة من المؤلفات الناجحة بحال دون سا شير وموغير إيت أن انشانتمون. Ben en fait, c'est l'histoire d'un. En fait, c'est bien sûr le personnage principal du roman, c'est évidemment la ville. Avec ce couple, en fait, un jeune homme et une jeune femme qui, en fait, ont fait leurs études à l'étranger, à Paris, et qui décident de rentrer, en fait, au Maroc pour y vivre, parce que May, l'héroïne, est enceinte de son second enfant, une petite fille qui s'appelle Selma. Elle a déjà un petit garçon, Ilias, et ils veulent que leurs enfants grandissent là où eux-mêmes ont grandi, donc. Il décide de rentrer et lui est architecte, elle est historienne
Et en fait, bien sûr, c'est la confrontation de leurs idéaux avec la réalité de la ville, du pays, les difficultés pour un architecte d'exister sans se compromettre en fait dans des projets auxquels il ne croit pas. Et son mari s'engage dans un projet de regazement de Bivandillois avec un promoteur immobilier privé. Et May, en fait, est inquiète parce qu'il lui semble que ce projet pourrait venir transformer, en fait, son mari en ébréchant ses idéaux et en faire un homme qu'elle ne pourrait plus aimer. Et elle part à la découverte de ses habitants du bidonville et elle découvre, en fait, une humanité vulnérable, brinque-ballante, mais avec une profonde générosité, avec des liens, avec de la solidarité, du partage, de bagarres aussi, enfin nous quoi, les humains. De Casablanca, elle est capable de dire son attachement pour la France, et à la fois, elle a le courage de dire des choses. L'époux de May, le fameux architecte, il est venu au Maroc aussi dans l'idée de réitérer les projets qu'il avait en France. Ils sont à deux pas de Marrakech et en même temps, ils ont face à eux l'océan et donc ils ont la consolation de cette beauté dans la difficulté de leur vie. C'est une telle hydre aussi, Casablanca attire tellement de populations du monde rural que aussitôt un bidonville est fait, un bidonville renaît bien sûr. L'anthropologie, ça a été ma formation, m'a interdit le basculement dans une quelconque forme de stéréotype. Parce que c'est la rencontre avec le terrain, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, mais c'est pas le terrain. Le terrain, c'est encore une manière pour les anthropologues de se cacher pour pas regarder l'humain. C'est les gens, en fait. C'est les liens, c'est ce qui nous fait humains, c'est ce qui nous tient dans la diversité, c'est ce qui nous fait être joyeux ensemble dans les fêtes, c'est le fait que nous ayons les mêmes rites, les mêmes croyances, les mêmes valeurs, et qu'au fond, nous sommes tous une seule et même humanité, avec des partage culturel avec des croyances qui sont organisées différemment, mais c'est toujours la même croyance, c'est toujours la même lutte. Moi, je crois que les êtres humains sont en lutte profondément contre leur part souffrante qui peut les rendre malheureux et parfois peu ouverts aux autres et même pas forcément bienveillants. Et puis leur part lumineuse qui les pousse à s'élever et à tenter de guérir leurs blessures pour pouvoir penser l'autre avec bienveillance, se penser soi-même avec bienveillance pour aller penser l'autre avec bienveillance. Et je crois que tout se tient là. Comment on fait avec les douleurs et comment on se débrouille pour essayer de ne pas les faire payer aux autres. Et ce quartier-là est face à l'océan, il est face à la mer. C'est le quartier du phare. Voilà, c'est le quartier du phare. Donc on peut l'imaginer, on connaît Casablanca. Il y a une falaise et en fait j'ai imaginé un bidonville qui s'appelle, que j'ai appelé, qui n'existe pas évidemment, qui s'appelle Karyan al-Bahrayin, bien sûr. C'est-à-dire qu'elles sont elles aussi dans une injonction voilà, perpétuelle. Je pense qu'il y a toujours le souci, en tout cas j'espère que c'est perceptible, d'explorer la complexité humaine. C'est-à-dire l'idée qu'au fond chacun est pris parce que cette bourgeoisie à laquelle appartient May, c'est évidemment qu'elle est au regard de l'histoire. Parfois coupable d'avoir quelque part pris la place des colons dans la manière de reléguer en fait les habitants des Cariennes et de la vieille Médina. Mais en même temps, c'est complexe parce qu'il y a des personnages aussi qui sont attachants dans ce monde-là. Et au fond, c'est toujours la question de la responsabilité qui est posée, je crois, de livre en livre. C'est-à-dire ce que nous faisons avec ce que nous avons, ce que nous n'avons pas aussi. Hein, et comment, au fond, rester humain, c'est-à-dire vivant parmi les siens, quoi qu'il arrive, ne pas oublier que nous sommes tous faits de chair et de sang et que nous sommes tous liés les uns aux autres. Donc je crois que c'est la littérature, c'est vraiment l'exploration de cette complexité-là. أنس العاقل ممثل وكاتب مسرحي وكيدرس في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي كيحضر معنا في هذه الحلقة كروائي باش يكلمنا على كتابه الجديد الماتادور وهي ثاني رواية ليه بعد هكذا تحدثت الشجرة.
أنس العاقل قدم الكتاب ديالو في معرض الرباط وتلاقينا به باش يكلمنا على هذا الإصدار الجديد وكذلك على تأثير عمله كممثل وككاتب مسرحي على إبداعه الروائي. السلام عليكم أنس. كنعرفوك كممثل وككاتب مسرحي، لكن اليوم كنستقبلوك كروائي باش تكلمنا على روايتك الماتادور. كلمنا عليها وعلاش كتحكي؟ مساء الخير. هذه رواية الماتادور هي الرواية الثانية ديالي من بعد رواية هكذا تحدثت الشجرة اللي نشرتها في منشورة المحروسة سنة 2016، وهذه يعني العمل اللي جاء مراه اضافه يعني اللي ممكن كيمنحني الكتابه المسرحيه. مني كننتقل للكتابه الروائيه، رسم معالم الشخصيات كيكونوا الدوافع يعني حقيقيه وواضحه، كيكون ايضا يعني الطراء في رسم هذه المعالم الشخصيات، هذه اللي كتعطي لنا الكتابه المسرحيه. مني كتجي الكتابه الروائيه ف عالم اخر. كتاب الروايه كنعتبر بمقارنه الكتابه المسرحيه بحال كنقولوا كتسوق بيكالا، الكتابه المسرحيه كتسوق البيكالا ويدك مربوطين، والكتابه الروائيه يعني يدك حرين يعني تلعب بها كيف ما بغيتي، لانه كتعطيك الامكانيات الوصف، يعني كتعطيك الامكانيه للوصف البصري اللي ممكن تطول فيه، كتعطيك امكانيه ديال انك تنتقل من فضاءات بين فضاءات متعدده، كتعطيك تعدد ديال الشخصيات، كتعطيك حتى الامكانيه انك ترسم يعني مستويات ديك الشخصيه اللي كتكتبها، وكتعطيك ايضا اهم حاجه كتعطيك اللغه، انك تبدع في اللغه، انك يعني تقدر تضمن معارف، تضمن افكار، تضمن حوارات اللي هي فكريه، ولا تضمن يعني مجال من مجالات الفن تقدر توصف غير لوحه في روايه. في الصباح الباكر خرجت من الفندق وحيدا لاستمتع بشروق الشمس. كان لدي ما يكفي من الوقت للتنزه على الكورنيش قبل السفر. وجدت هناك عشاق الصباح الباكر وهم يتنزهون على الكورنيش ويستمتعون باستقبال يوم جديد. بعضهم كان يمارس هواية الركض، بينما كان البعض الآخر يمارس صيد السمك. وها هو البحر الأبيض المتوسط يجمعنا مرة أخرى. فبين بيروت وطنجة تشابه كبير، ثقافة الاحتفاء بالحياة ورثتها طنجة من الأندلس كما ورثها الجنوب الإسباني. الماتادور بالإسبانية هو مصارع التيران، استلهام يعني الثقافة الإسبانية في هذه الرواية من جم الطبيعة ديال الفضاء اللي كتدور فيه واحد الجزء ديال الأحداث ديال الرواية اللي هو شمال المغرب، طنجة وتطوان. الحضور ديال الثقافة الإسبانية اللي كاين في طنجة وتطوان كيرخي بالظلال ديال الرواية. هي كتدور على يعني الشخص ديال حسني اللي كيعشق رياضة مصارعة التيران، هو أستاذ ديال الإنجليزية وعازف ديال الكمان، ولكن في نفس الوقت كيعشق لعبة مصارعة التيران. هذه هي المفارقة اللي كاينة في هذه الرواية، التناقض اللي كاين يمكن يكون في الشخصية البشرية ما بين الشيء المرهف والجميل، وممكن يكون فيه واحد الجانب بشع. هذا هو اللي كتحاول تصعدوا الرواية اللي كتدور ما بين لبنان، المغرب وإسبانيا، وبالضبط بيروت، تطوان، طنجة، ومدينة إشبيلية الإسبانية. فيها شخصيات من ثقافات مختلفة، وفيها دراسة يعني إذا بغيت تقول أو عرض لنماذج بشرية، كما هناك يقول واحد التقديم ديال الرواية أنها تتدرج حول يعني مختلف تدرجات اللون الرمادي، باعتبار أنه الشخصيات ديال الرواية ما يمكنش تقسمهم يا أبيض يا أسود. الحضور ديال هذا العمل هذا في معرض الكتاب هو كان المفروض انه يكون في معرض القاهرة الدولي للكتاب مع المحروسة، ولكن يعني لظروف ديال التدقيق في العمل الروائي بغينا نخرجوه في افضل حلة، تعطلت الصدور ديالها ودازت معارض، وفضلنا اننا يكون يعني العرض الاول ديال الرواية تكون في معرض الرباط
كان هناك يعني تفاعل ديال القراء اللي هما واحد الجزء منهم كان قرا هكذا تحدثت الشجره وجاء خصيصا باش يقتني المطادور، وكان دائما السؤال واش يعني المطادور بنفس اسلوب هكذا تحدثت الشجره. وانا ككاتب يعني كان بحال كممثل كيعجبني نبدل يعني ننتقل من شخصيه لشخصيه ونبدل المعالم الشخصيه ايضا حتى في الاسلوب الروائي ولا الاسلوب ديال الكتابه المسرحيه كنحاول نبدل. مثلا روايه هكذا تحدثت الشجره كانت مكتوبه بضمير الغائب، يتسمى السارد العليم في الروايه اللي يقدر يعرف الخبايا ديال الشخصيات، هنا لا مكتوبه بضمير المتكلم. بالنسبه للاسلوب ايضا يعني حاولت يعني هنا يكون خط متصل بالحكي بالمقارنه مع الاولى اللي كان فيها جوج ديال المستويات، جوج ديال العوالم ديال الحكي كنتقلوا منهم بحال الشكل ديال المونتاج. كنعتبر كل عمل هو اكزرسيس دو ستيل او نقولوا تمرين على اسلوب معين. لم اكن من النوع الذي يحب استعراض حياته الخاصه على الفيسبوك، فرغم ان زوجتي كانت اجمل النساء في عيني، لكنني ابدا لم اسعى لاستعراض قصه عشقنا امام الملأ. فقد تعلمت من شبكات التواصل الاجتماعي ان اغلب من يستعرضون سعادتهم هم من اتعس الخلق، لأننا حينما نعيش السعادة الحقيقية ونتذوقها فنحن نحتفظ بجماليتها لأنفسنا فقط. أما أولئك الذين يستعرضون حياتهم الخاصة أمام الملأ فلديهم شك عميق بخصوص سعادتهم، لأنهم يعتقدون أن نقرات الإعجاب إقرار بحقيقية سعادتهم، إنه فقط عالم الصور. ولا يمكن للسعادة أبدا أن تصبح افتراضية. صفحة زوجتي وصورتها، هذا السلام الداخلي وهذا الجمال الهادئ، إنها بقوة ألف حصان وهي في الوقت نفسه مفرطة الأنوثة. أحبك انفلتت مني، ثم أحبك رقمتها هذه المرة، وعند أحبك الثالثة انسابت مني الكلمات كأن أحدا يمليها علي. إننا حينما نكتب بصوت القلب فإن الكلمات تنساب منا كشلال هادئ يشق طريقه بسلاسة إلى قلوب القراء. آخر ضيف هذا العدد فنان آخر من عالم الموسيقى هو نبيل بن عبد الجليل. هذه المرة ما ألفش مقطوعات موسيقية ولكن رواية عنوانها عودة ابن يقظان. نبيل بن عبد الجليل حضر للمعرض لتوقيع وتقديم هذا الإصدار الجديد. المؤلف الموسيقي والأدبي خصنا بحوار باش يقربنا أكثر من عالمه الإبداعي. السلام عليكم سي نبيل. وعليكم السلام ورحمة الله. آخر مرة تلقينا في البرنامج كفنان موسيقي، اليوم كنتلقاو كروائي، والمناسبة تقديم روايتك عودة ابن يقظان. كلمنا على هذا الكتاب. هو المسافة ما بين الموسيقى خصوصا الموسيقى الكلاسيكية ذات البعد التركيبي وربما البعد الفلسفي الطبيعي فيها، المسافة بين هذا الفن وبين الفكر ليست مسافة كبيرة. الدليل ربما هو هذا الإنتاج، هذا المشروع كان يراودني من مدة طويلة، لكن مرحلة الكوفيد كانت هي القاضية والحاسمة في الموقف، لأنه كنت جليسة الوحدة، جليسة نفسي، وطرحت الأسئلة الوجودية نفسها بشكل قاس جدا. وربما زيارة جولة كنت قمت بها في منطقة إمسفرن، جبل إمسفرن ما يسمى بالكاتدرائية، بعد بداية الانفراج فيما يخص الحجر الصحي، الذهاب إلى تلك المنطقة بعد تلك الوحدة القاسية في البيت في مرحلة الحجر، التفكر في الطبيعة، في جمال الطبيعة، فيما نجده لما نكون في الطبيعة نحس بأن الله قريب إلينا. أنا كتبت في مكان هنا في الكتاب بأن الطبيعة هي أكثر المعابد شرعية، هي المعبد الأول. فأنا أكتب هنا انطلاقا من ضرورة رجوع الإنسان إلى الطبيعة، وأن أي انزلاق وابتعاد عن الطبيعة بما هي قوة وجمال وحب سيكون بعدا عن الصواب.
والآن وقد لاحظ حي أن أمه انعزلت بدورها بعد أن وصل ضعفها إلى درجة قصوى، فقد انتابه خوف شديد من أن تلقى هي نفسها المصير ذاته. لقد تحدى حي الوحوش حتى يأست من الاقتراب من أمه، وهو يحسب أنه بهذا لن يراها أبدا جثة هامدة تتعفن أمام عينيه. أما لما أصابها الوهن الشديد فقد صار يأتيها بالماء والكلأ اللازمين موفرا عليها عناء التنقل، راجيا أن يبقى الحال على ما هو عليه طالما أنه يلمس فيها ما يكفي من الحيوية. كل شيء يتم عبر معاناة الإنسان ووجدان الإنسان. ربما هنا الجانب جانب الفنان الذي فيه أسقطته على حي بن يقطان، جعلته موسيقيا، هو كذلك جعلته يهتدي إلى كيفية الصلاة بترانيم موسيقية صرفة، لأنه لا يعرف اللغة، هو إنسان لا يعرف اللغة، هو اهتدى إلى الموسيقى والترنم قبل الكلام، لا يعرف شيئا اسمه اللغة بالمطلق. فهذا مثلا لما وضع سؤال الإيمان، وضع سؤال الإيمان عبر الألم، عبر ذلك النقص الذي يدفعه إلى البحث عن شيء فوقي كلي سيحميه، لكنه في الأول حاسبه بسبب الألم الذي أحس به. ثم بعد مرحلة الغضب ومرحلة الألم القاسي تبتدأ مرحلة الانفراج، مرحلة الانفراج التي نحس فيها كلنا بضرورة التصالح مع الذات، فنبدأ ببناية التوافقات العقدية داخل فكرنا، داخل نفسيتنا. هناك طبعا معطى آخر، هو معطى يعني النفساني. ما كان يحمله عالم الأحلام كان كطبقية البشر، كانت له رؤى، كانت له أحلام، كانت هناك أحلام شديدة في قوتها جعلته يتساءل عن عالم آخر، كذلك اختلاف بنيته عن بقية الحيوانات، طبعا وعيه بإنسانيته. هنا أركز على تدرج وعيه من المستوى الغرائزي إلى المستوى الفطري الذي يميز الإنسان عن الحيوان. الفطرة ممكن أنها هي خاصية الغريزية للإنسان، أو الدرجة التي تتبع الغريزة عند الإنسان. استسلم حي مكرها لعدوه الخارق والخفي، فما كان عساه أن يفعل آنذاك غير أن يحضن أمه ويعطيها ما استطاع من الدفء والحب حتى آخر رمق. استلقى على ظهره بينما عنقها ورأسها فوق صدره وبين ذراعيه. كان ذلك الإنسان الوحيد والحزين يجس نبضها بدون أن يعي ما يفعل، فهو لم يكترث للنبض من قبل، مطمئنا لتلك الدقات في سرعتها البطيئة والمستقرة، بصفتها الصوت والحركة الوحيدين اللذين ما زالا يصدران عنها. لم يترك حي شيئا ولا أملا فوق الأرض إلا وأخذ بأسبابه، لكن بدون جدوى، فلم تبقى أمامه إلا السماء. ربما أن قدرة المؤلف الموسيقي في الموسيقى الكلاسيكية على التركيب الدقيق للمعطيات والمحافظة على الهيكل، البنية، الستركتور، الفورم، بالنسبة للمؤلف موسيقى كلاسيكية شيء مقدس. فلهذا كنت أكتب دائما وأنا أركز على ضرورة المحافظة على ذلك الخيط الذي سيشد ليس المستمع هنا بل القارئ من البداية إلى النهاية. هناك أعطى الوجه الثاني للتأثير، هو وضع أسئلة صعبة فيما يخص الموسيقى وفيما يخص الجمال، لكن بصفة موسيقية وضعت الأسئلة الجمالية انطلاقا من الموسيقى، فذلك أقرب باب إلي. العلاقة بالدين، مسألة التحريم، لماذا؟ كيف ذلك؟ أشياء مثل هذا أتمنى أن يجد القارئ طلته في عديد من التساؤلات يسألها أي إنسان فيما يخص المعتقد وفيما يخص أسئلة سؤال لماذا وكيف.
كانت هذه كل مواد هذا العدد اللي خصناه للمعرض الدولي للنشر والكتاب. هذه الحلقات تقدروا تعاودوا تشوفوها على موقع القناة الثانية، على تطبيق ميدوزيم وعلى مواقع التواصل. كنتمنى لكم فرجة ممتعة مع بقية برامجنا. تصبحوا على خير.